مقتل واحد الطفلة في مدينة سوفرو، الجريمة اللي غامضة ومعقدة ومركبة وتسميوها كما بغيتو. دازت دابا سنين ملي لقاو جزء من الجثة ديالها في واحد الحديقة، ومازال للأسف الشديد مازال ما لقاو باقي الأطراف ولا اللي قتلها، ولا تعرفوا الأسباب والظروف والحيتيات. الجريمة كما قلت غامضة، ومازال القاتل مبان. بسم الله نحكي لكم اش اللي وقع. خديجة هي بنت صغيرة، العمر ديالها شي 6 سنين، زويونة، كتميل للخمرية، شعرها مشعكك، متوسطة في البنية ديالها. كانت ساكنة مع امها، امها مسكينة بحال الا خلية كما كنقولوا، يعني ماشي في كامل الادراك ديالها. كانت عايشة معها من اللي تزادت وطيلت المدة حتى دارت هاد السن او وصلت لهاد السن. كانوا ساكنين في واحد البيت في حي القصبة، وهاد الحي هو واحد من الاحياء ديال مدينة صفرو العتيقة. صفرو مدينة حب الملوك والمعروفة باقدم المهرجانات الثقافية في المغرب، العمر ديالو اكثر من 100 عام. دابا البنت ما كانت كتقرا ولا دخلوها للروض، ولا كانت متبعة في التعليم الاولي. الظروف الاجتماعية ديال امها وعائلتها كانت صعيبة، وما تيسرش ليها بس تدخل المدرسة واخا وصلت لسن الرشد. السيدة كانت عايشة مع امها عادية بحالها بحال كتير من ابناء الفقراء اللي ما كتيسلمش السبل والظروف باش يعتنيو وباش يقريو وليداتهم. المهم في ديك النهار من اواخر يونيو 2017 كانت يلا دازت ايامات على تنظيم واحدة من الدورات ديال مهرجان حب الملوك. كانت هاد البنيتة خديجة لابسة لبسة وردية، كانت كتلعب مع الدراري في الحومة في ديك الحي ديال القصبة. شي حد من عائلتها عطاها شي درهم ومشات للحانوت تاخد شي حلوة، ومشات وكانت قبلت عينين امها، يعني عيني امها كانت شايفها. مشات في الدروبة حتى غابت عليها، هي في الاعتقاد ديالها راها مازال في الحانوت واكيد غادي ترجع. ساعة غابت عليها وغبرات، ما بقاتش بان ليها اثر الى الان. طيلت 5 سنوات رغم كل الجهود اللي تبذلات عفوا من طرف المصالح الأمنية باش يوصلوا ليه لشكون قتلها والظروف الحيتية وعلاش. ملي مهم اختفت البنت، لالغت ونادت في الحومة، كل شي كيقلب، امها، عائلتها، الجيران، الدراري، البنات، الكبير، الصغير، ما خلو تشعبة، ما خلو واد ولا شي خربة، كل بلاصه فلاوها ولا اثر البنت خديجة. قلبوا النهار الاول، الثاني، الثالث، وبدا الياس كيتسرب للجميع. فين تكون مشات؟ واش الارض سقات وبلعتها؟ شنو بيها؟ شنو وقع ليها؟ يعلم الله فين هي وشنو طرا بها. اسئله كثيره ولا جواب على اي سؤال. ودازت 4 ايام على الاختفاء الغامض ديال خديجة. وفي اليوم الرابع، وكان متزامن مع 6 يوليو 2017، شي واحد كان دايز من واحد الجردة او بالاحرى فدان حدا ثانوية بيع الانزران، كان دايز شوية هو يشوف شي حاجة في شي ميكا مرمية في الجردة، كانت مرمية تحت واحد الشجرة. السيد من باب الفضول قرب منها، حركها ورجع للور مذعور. جزء من جثة الطفلة او بالاحرى جزء من جثة الطفلة، هادشي اللي لقى في ديك الساك، لقاه بالضبط في واحد البلاصة قريبة من شي محل ديال غسل الطوموبيلات، حدا واحد مدرسة تكوين المعلمين معروفة في الصفر. ما عرف راسو باش تبلى. جثة كانت مقطعة الاشلاء، السيد عرفها حيت صورها كانوا معمرين الفيسبوك وكل شي كيهضر عليها في مدينة صفر ومدينة حب الملوك. أشلاء
هي ديال الطفل خديجة اللي كانت اختفت قبل 4 أيام. مسكينة كانت غير الكسدة ديالها بلا رجلين ولا يدين، يعني قطعوا لها اليدين والرجلين ولاحوا الكسدة بقية الجسد. شكون هاد الحيوان اللي دار في هاد الحالة؟ لا ياخذ الحق. هاد السؤال ديال شكون هاد الحيوان اللي دار في هاد الحالة سؤال حير الجميع، حيرنا حنا وعائلتها، البوليس، كل واحد عرف بهاد القصة الأليمة اللي كتبكي اللي ما في قلبه رحمة. هاد السيد اللي لقاها عيط على صحابه، دار التليفونات، تخبروا البوليس والسلطة وناض القيامة. كل شي جال تماك، حتى بنادم اللي مسالي جنب باب الفضول باش يعرف شنو وقع وشنو لقاو. البوليس ديال المنطقة الإقليمية للأمن في صفرو جاو لعين المكان ودوروه بالخيط أو بالحزام الضروري وحرصوه باش ما يقرب حد من تماك، حتى يديروا خدمتهم ويجمعوا الشي اللي يمكن يتجمع ويفيد في البحث. عناصر ديال الشرطة العلمية والتقنية داروا مسح للموقع، جمعوا شي حوايج باش يصيفطوهم للمختبر ويتعرف، ربما يقدر يلقاو شي حاجة اللي توصل لشكون قتل السيدة. لابيجي بداو البحث ديالهم، صوروا الجثة أو بقايا الجثة قبل ما تهز المستشفى الإقليمي محمد الخامس في المدينة ومنه إلى مدينة فاس باش تشرح وتحال على مصلحة الطبيب الشرعي بناء على أوامر الوكيل العام. روينا نظرت حينها، الأم ديالها ما خلوهاش تشوف بنتها في السبيطار، والناس تجمعوا داروا وقفة احتجاجية قدامه، وهاد التشنج غادي يستمر ماشي غير في ديك النهار، حتى في الأيام اللاحقة، حتى من بعد ما تهزت السيد لبنيتها لامورك، وملي جابوها من تماك بعد التشريح ديالها جابوها باش يدفنوها ديك المقبرة ديال المدينة واللي هي في طريق المنزل. قصد الخديجة لقاوها، لكن فين الرجلين واليدين؟ للأسف مازال ما لقاوهم حتى الآن، ولغزة الجريمة مازال ما تفك بعد مرور 5 سنين. حتى شي حاجة ما هي معروفة، لا شنو وقع لها ولا شكون اللي قتلها ودار في هذيك الحالة. بنت كتلعب مشات تسخر من الحانوت، طارت بحال الى الارض بلعاتها، في لمح البصر ما بقاش بان لها اثار، حتى غادي يلقاها ديك السيد في ديك الجردة. لقاها بلا ما يلقاو او بلا ما يلقاو لا التحري ولا ما كشف التحريات والابحاث وداكشي اللي دار كله، بلا ما يكشف شكون اللي قتلها، والله ياخذ فيه الحق. طيها في ابشع جريمه كتعرف هاد المدينه. البوليس ما خلاوش كون جابو سمعوا ليه، شي واحد لقاوها مع شي مرة مزوجه وسمعوا ليه حيت كان عنده شي علاقه عائليه مع او علاقه مع هاد العائله، شي واحد كان كيعرف ام البنت سمعوا ليه، حتى هو العائله كلها سمعوا ليهم، ولا شي حد افاد بشي معلومه يمكن تفك لغز هاد الجريمه اللي بقات غامضه الى الان. يقدر تكون البنت اختفت من طرف عصابه الكنوز، يقدر يكونوا خطفوها وداروا قضوا الغراض ورجعوها على ديك الحاله، ويقدر يكون شي حد قتلها انتقاما، ويقدر احنا غير كنديروا التخمينات الممكنة. المهم أن اللغز هذه الجريمة مازال ما كيحيي الجميع ومازال ما تفك، والله يرحمها مسكينة، سرها معها، وإلى فرصة لاحقة. دمتم أوفياء للقناة ودمت أفراحكم.